تاني. دايما ابلازازه موجوده حوالينا في كل حته، الاوبشن بتاع ابلازازه ده موجود اللي هو الشماته. فاحنا النهارده هننزل نسال الناس مين شمت فيك قبل كده، وانت شمت في حد قبل كده، مين ابلازازه؟ تعالوا نشوف الناس هتقول لنا ايه. عمره حد شمت فيك قبل كده؟ شتمني؟ شمت فيك اسمها ايه؟ شماته. لا طبعا. محدش بيشمت فيك؟ لا لا. ازاي يعني؟ عشان انا بحب اساعد الناس ومحدش بيشمت فيا. كتير. زي مين؟ اقرب الناس ليا والله. لا معرفش. شماته وحاجاته. اكيد مش هيشمت، هيجي يقول لي. مين؟ كتير يعني. هو؟ لا طبعا. يعني حد يعني قريب مني يعني. لا. ليه؟ كده. لا بصراحة بقى حبيتش ازل حد قبل كده مثلا او اشمت فيه بحاجة يعني، عشان ربنا ما عاقبنيش. لا بصراحة. ولا انت شمت في حد؟ وانت؟ لا انا ماليش دعوة. هو لازم موضوع الشماتة ده؟ شمت فيهم ليه؟ اصل هما كانوا ساعات بيقعدوا يتريقوا عليا وكده، ما لما بطلع مثلا مركز احسن منهم في حاجة بقعد اشمت فيهم كده. بتقول لهم ايه؟ بقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل. طب انت شمتي في حد قبل كده؟ مين؟ واحدة صاحبتي كانت وقعت قدامي فانا لسه بضحك، قمت وقعت جنبها. هو مش شماته يعني، هو حاجة زي ايه؟ غل كده. مش غل برضو يعني، حاسة ان هي عملت حاجة احسن مني فمش برضو مش هملاء. اللي هو الحقد الصحي بتاعه اللي هو عادي يعني. لا. خلص؟ خالص. طب ابلطازة ايه؟ اسمها ايه؟ زازا؟ انت شماتة ابلطازة فيا. ابلطازة مين؟ اخلصي. لا لا ما عنديش ابلطازة خالص. يا شماتة ابلطازة فيا. مين ابلطازة دي؟ لا معرفهاش. مين ابلطازة؟ اخلصي. يا شماتة ابلزازة فيا. على طول بنقولها. طب مين ابلزازة؟ الجيران. مش عارفة. بسمع انا يا. مين بقى هي؟ بتسمعنا ايه؟ مش عارفة يعني، اكيد هي ست رخمة كده. ست رخمة؟ ابلزازة ايه موقعها من الاعراب معاك مش موجودة؟ ايه؟ ابلزازة. مين ابلزازة دي؟ اللي بتشمت في الناس دي. ابلزازة؟ لا انا لا تز فيكي برضه. مين ابلزازة؟ لا ما اعرفها. يا شماتة ابلزازة فيا. يا شماتة ابلطازة فيا. اخلصي. هي كلمة فعلا بيقولوها كده كتير. تعرفي يا مين؟ لا صح ولا. مين ابلزازة دي؟ اكيد مش خالتي، ما اعرفهاش. انا بسأل عادي، هتعرف عليها ولا عجبتني شخصيتها صاحبها. شكلك تعرفيها مش عايز تقوليها. والله ما اعرفها.